أقسم بالله العظيم، والله بالله تالله، الشاب يمشي بهذا الشارع، بنات جميلات جنبه، وعطور ما أدري شلون كذا، ومشاهد ومقاطع تجي وهو ما يفتحها، يحاول أن يغادر هيك مواقع، يحاول أن يحذف هالشكل صفحات، يحاول أن يغادر هالشكل شوارع، يحاول أن يغادر هيك أصدقاء، يحاول أن يقاطع هالشكل علاقات. والله بالله تالله هو أعظم عند الله من جهاد أصحاب رسول الله في بدر وحنين. والله ليش سيدنا شو تتحيز للشباب؟ نعم، لأن شباب هذا الزمان يعيش من تحديات كبيرة جدا لم يعشها أي صحابي من الصحابة. عاشوا الفضائيات اللي أمامنا، عاشوا الموديلات المختلفة، عاشوا ما أدري إيش الموجود، ما أريد أجيب أسماء، عاشوا أكو إغراءات عاشوها اللي شبابنا لا نعيشوها. الله يساعد شباب، والله الله يساعد شباب، كم هم متحملون، كم هم مجاهدون، كم هم صابرون، جزاكم الله خير. فأجركم عند الحسين كأجر المقاتل في سبيل الله.